حسيت أو شيء إنه ممكن يكون قشمرة ولا شيء. طلع لا. أول ما شفت الإعلان حسيت إني عندي فضول، بحب نمشي نشوف شنية هي الحركات، شنية الموضوع. Welcome to your first self-defense class in a brand new martial art that's based on the six symbols you see behind me. Reach out with your right hand and lift up. Going back down in nice waves. طول الوقت كنت نغزل الهيا. شنو بالضبط هذا يعني؟ أول ما تعرفنا على الحركات قعدنا نضحك. أنا تعلمت قبل هيك أعمل كيك بوكسينج، بس صراحة ما خصها بالحركات اللي عملناها هلا. I need you to realize this is important and just respect a little bit more because it could end up saving your life. Let's start again. Go back down. Congratulations, ladies, on completing your first class in self-defense. I have an announcement from one of my previous students. And can we roll it, please? بنات شلونكم؟ اليوم تعلمتوا شلون تدافعون عن عمركم ضد سرطان الثدي. لما سمعنا صوتها زهرة يعني الكلنا تأثرنا يعني صراحة، يعني حتى زملائي مو أنا بس. أنا بالنسبة لي زهرة من أقوى النساء اللي واجهت مرض السرطان. سوري. أنصحكم تسوون هالحركات كفحص ذاتي بين فترة وفترة، وهذه الحركات بسيطة بس فائدتها كبيرة، وترى الصحة نعمة لا تقدر. تحياتي لكم، لكل امرأة وبنت وزوجة وأم. أخذكم زهر الخارجي. البداية عكس النهاية تماما. طلع الموضوع غير، حسينا أنه شيء مو طبيعي. هلأ صار فيه يقول أنا تعلمت كيف دافع عن نفسي. أنا تعلمت وايد أشياء، بس هذه واحدة من أحلى الأشياء تعلمتها في حياتي.